أهلا بكم أعزائي المتابعين. بعد ما اكتشفوا علاج لفيروس سي والحمد لله في طريقنا للتخلص منه، يجي الدور عشان نتكلم على فيروس بي، الفيروس الثاني الأخطر بعد فيروس سي. فيروس سي كان أخطر لأنه منتشر بشكل رهيب، أما فيروس بي فكان أقل انتشارا من فيروس سي. فتعالوا نتكلم شوية عن فيروس بي، وإمتى العيان اللي عنده فيروس بي ياخد العلاج، وإيه هو العلاج ده. فيروس بي ده واحد من الفيروسات الكبدية اللي بتأثر على الكبد بشكل أساسي، وبيتنقل من شخص لشخص عن طريق الدم، زي مثلا نقل دم ملوث بفيروس بي. طبعا ده دلوقتي نادر لأن بيعملوا فحوصات على الدم عشان قبل ما يتنقل من شخص لشخص يكونوا شافوا فيه فيروسات ولا لا. كمان ممكن عن طريق الآلات الجراحية الملوثة، ممكن عن طريق مواسي الحلاقة، ممكن عن طريق الوشم أو عن طريق ثقب الجلد، الناس اللي بتخرم ودنها مثلا أو مناخيرها بأدوات ملوثة، ممكن عن طريق السرنجات الملوثة من شخص لشخص زي الناس المدمنين اللي بياخدوا برضو مخدرات عن طريق الحقن. كل ده ممكن ينقل فيروس بي. بالإضافة لدول كمان، فيروس بي بيتنقل عن طريق الجنس، وكمان بيتنقل من الأم لابنها في مرحلة الولادة. أما الرضاعة الطبيعية ففيها كلام، في ناس بيقول بينقل وناس لسه بيقولوا ما بينقلش، وإحنا هنبقى نعمل حلقة عن فيروس بي في الحمل والرضاعة. الفيروس ده لو اتنقل للبالغين، للناس الكبار، بيتم شفاء 95% منهم تلقائيا بدون علاج، و5% بس اللي بيصبحوا مزمنين. بمعنى ان انا لو جبت 100 شخص بالغ كبير وحقنتهم بفيروس بي، 95% منهم هيخف لوحده تلقائيا بدون اي علاج، و5% بس هو ده اللي هيتحول لمزمن وممكن يحصل بعد كده معاه مشاكل فيروس بي. العكس من كده بقى الاطفال، لو جبت 100 طفل خصوصا لو اقل من سنة وحقنتهم بفيروس بي، 5 بس منهم هم اللي هيخفوا تلقائيا بدون علاج، و95 واحد هيبقى حامل للمرض وهيبقى مزمن ويحصل معاه مشاكل بعد كده. عشان كده فيروس بي اخطر في الاطفال بشكل كبير. لو جينا نتكلم عن اعراض ومضاعفات فيروس بي، اولا الاكيوت انفكشن او العدوى الحادة، الاعراض الحادة اللي بتيجي في البداية دي اعراض انت ما تقدرش تعرفها وما تقدرش تقول ان دي تبع فيروس بي. العيان بيجي ممكن قيء، غثيان، ممكن وجع في بطنه، ممكن ارتفاع درجة حرارة، آلام في الجسم عموما وتعب وإرهاق، وممكن شوية وجع في منطقة الكبد من الناحية اليمين. فالعيان ده غالبا ما بيطلقتش، ما تقدرش تحكم عليه من الأعراض دي، لأن دي متشابهة في أمراض كتير جدا جدا جدا. بعد كده العيان يا إما بيشفى تلقائيا يا إما يبقى عيان مزمن، والعيان المزمن ده ممكن بعد فترة من الزمن، سواء فترة قصيرة أو حتى عشرات السنين، ممكن يدخل بعد كده في مشاكل فيروس بي، اللي هو ممكن يعمل بقى تليف في الكبد، فالعيان يبدأ وشه يصفر، عينيه تصفر، يبدأ يحصل استسقاء في بطنه، مية في بطنه زي ما بيقولوا، ممكن تورم في رجليه، ممكن يحصل نزف من دوالي المريء، ممكن العيان يدخل في غيبوبة كبدية، ممكن السيولة في جسمه تبقى زيادة، وممكن يحصل فيه سرطانات في الكبد. فيروس بي ليه حبة تأثيرات على أجهزة الجسم غير الكبد، يعني ممكن يعمل مشاكل بره الكبد، يبقى الكبد لسه ما فيش فيه أي مشكلة وتلاقي الفيروس ده عامل مشكلة بعيد عن الكبد، يعني ممكن يأثر على الكلى ويعمل حاجة اسمها جلوميرولونفلايتس، ودي أكتر في الأطفال. ممكن يعمل حاجة اسمها بولي أرترايتس نودوزا، اللي هي التهاب مناعي للأوعية الدموية، جهاز المناعة بتاع الشخص يهاجم الأوعية الدموية بتاعته، فيعمل التهاب في الأوعية الدموية في أي جزء من أجزاء الجسم. ممكن يعمل في القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم، يسبب فشل في القلب، يسبب بريكارديتس او التهاب الغشاء المغلف للقلب، ويبقى كل ده سببه فيروس بي. ممكن يعمل التهاب في المفاصل والام في المفاصل ويبقى السبب فيروس بي. ممكن يجي على الكلى ويعمل بروتين في البول ودم في البول وفشل في وظائف الكلى ويكون السبب فيروس بي. ممكن يعمل طفح جلدي. ممكن يأثر على الأعصاب ويعمل التهابات في الأعصاب. وممكن يأثر على الجهاز الهضمي ويعمل برضو آلام في الجهاز الهضمي، آلام في البطن، والتهاب في الأوعية الدموية المغذية للجهاز الهضمي. تخيل يبقى العيان بيشتكي من حاجات، تخيل التهاب مفاصل وهو السبب أصلا فيروس بي، والحاجات دي ملهاش علاقة بتطور حالة الكبد، يعني سواء الكبد سليم أو في تليف ده ملوش علاقة هل الفيروس هيأثر على الحاجات التانية اللي قلنا عليها دي ولا لا. ايه هي التحاليل اللي تطلبها عشان تعرف العيان ده عنده فيروس بي ولا لا؟ الحقيقة ان الفيروس ده معقد حتى في التحاليل بتاعته. فيروس سي كان سهل، تعمل الانتي بوديز والبي سي ار الموضوع انتهى، لكن فيروس بي ليه شوية حاجات كده. اول تحليل اللي هو الاهم اللي هو الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده لو طلع ايجابي معناه ان الفيروس موجود، لو طلع ايجابي بعد 6 شهور يبقى كده العيان ده مزمن. التحليل اللي بعد كده اللي هو الهيباتيتس كور انتي بوديز، اجسام مضاده ضد الهيباتيتس كور، لو طلعت عاليه ونوعها اي جي ام يبقى دي عدوى حاده، اما لو كانت اي جي جي فده معناه ان العدوى دي مزمنه.
في تحليل بقى اسمه انتيبودي تو هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. التحليل ده لو طلع ايجابي معناه ان العيان ده كان عنده فيروس بي وخف، او ان العيان ده او الشخص ده واخد تطعيم ضد فيروس بي. اما تحليل البي سي ار دوره هنا في فيروس بي هو عشان نعرف هل الشخص ده معدي ولا لا، وعشان نعرف هل هياخد علاج ولا لا. يعني لو طلع ايجابي معناها ان العيان معدي، ولو طلع ايجابي برقم معين زي ما هنعرف بعد كده في العلاج معناها ان العيان هياخد علاج او لا زي ما هنقول. وكمان في تحليل اسمه هيباتيتس بي اي انتيجين. التحليل ده لو طلع ايجابي معناه ان العيان ده معدي جدا. دي كده كانت التحاليل الخاصة بالفيروس عشان نعرف هل الشخص ده عنده عدوى حادة ولا مزمنة ولا ايه بالظبط. لكن في تحاليل تعملها عشان تقيم حالة الكبد وحالة العيان، زي مثلا تعمل وظائف كبد ALT AST GGT ألبيومين توتال ودايركت بلروبين، تعمل CBC صورة دم كاملة تشوف البليتلت، تعمل INR عشان تشوف السيولة، ممكن تحتاج تعمل سونار أشعة تلفزيونية على البطن والحوض عشان تعرف حالة الكبد، وفي بعض الحالات ممكن تحتاج تعمل أشعة مقطعية أو حتى MRI. بالنسبة لعلاج فيروس بي، الهدف من علاج فيروس بي مش ان احنا نقتل الفيروس، لسه مفيش علاج اكتشفوه لحد دلوقتي بيقتل فيروس بي تماما، لكن اي نعم في ابحاث شغالة دلوقتي، لكن الى هذا الوقت مفيش علاج بيقضي تماما على فيروس بي. العلاج المتاح هو بيحجم نشاط الفيروس ويقلل التكاثر بتاعه او يوقف التكاثر بتاعه ويأخر ظهور المضاعفات ويحاول يمنع ظهور السرطانات الكبدية. عشان كده مش كل العيانين بياخدوا هذا العلاج زي فيروس سي مثلا. فيروس سي لو اي عيان عنده الفيروس بياخد العلاج، لكن فيروس بي بنبص على حسب حالة العيان. لو العيان عنده acute infection عدوى حادة، يعني التحاليل دي اللي موجودة هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين مثلا موجود والاي جي ام بتاع الهيباتيتس كور انتيبودي هو اللي موجود، العيان ده ما بياخدش علاج، لكن بنتابع الحالة ونشوف هل هيخف لوحده ولا هيتحول لمزمن ولا ايه بالظبط. علاجه بيكون تحفظي على حسب الاعراض اللي موجودة وخلاص، مش علاج للفيروس. اما العيان لو كان عنده عدوى مزمنة لكنها غير نشطة، بيقولوا عنده فيروس غير نشط، غير نشط نعرفه ازاي؟ هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ايجابي، هيباتيتس كور انتيبودي من النوع اي جي جي، وظائف الكبد كويسة ALT والAST طبيعية، البي سي ار سلبي او اقل من 2000، وفي رأي بيقول اقل من 20000، ومفيش تليف في الكبد ووظائف الكبد كلها كويسة. في الحالة دي العيان ده بنقول عليه ان هو عيان مزمن لكنه غير نشط. في الحالة دي العيان برضو ما بياخدش علاج وبنتابعه كل فترة. اما اللي بياخد العلاج بقى فهو العيان المزمن النشط او اللي معاه مضاعفات حصلت بالفعل. مزمن نشط يعني برضو هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين دي موجبة، هيباتيتس كور انتيبوديز موجبة من النوع اي جي جي، وظائف الكبد عاليه ALT والAST، البي سي ار اكتر من 2000، وفي بعض الاراء بنقول اكتر من 20000، او موجود تليف في الكبد بسبب فيروس بي. في الحاله دي العيان ده بياخد العلاج وبياخده طول عمره. بالنسبه للعلاج بقى، الاختيار الاول بيكون يا اما انترفيرون، يا اما انتيكافير، يا اما تينوفوفير تايبوفوكسيل فيوميريت، يا اما تينوفوفير الافينامايد. هم دول كده الخط الاول في العلاج. اما بقى الادوية القديمة شوية اللي ما زالت مستخدمة في بعض الاماكن، فبقت الاختيار التاني او التالت، زي طبعا لاميفودين وزي التلبوفودين وزي الاديفوفير. هنعمل ان شاء الله حلقة بعد كده عن فيروس بي في الحمل، وهنعمل حلقة ان شاء الله عن تطعيم فيروس بي. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير. شكرا لكم.